أنت فقط يا صديق. الحضور ارتاح قليلا وحتما ستعود. ستعود يا صديقي أقوى مما كنت، لأن على طاولة حكايات بدأت. وحنا في واحد اللقاء اللي كان حتى لقاء اللي اعتادت الشعلة أن تكون دائما محتضنة مجموعة المثقفين والإعلاميين، وهي كانت دائما سباقة مدرسة لهذا مثل هذه اللقاءات، المفكرين والمثقفين والإعلاميين. والمرحوم هو جزء من الحركة الثقافية والإعلامية اللي خلى واحد البصمة كبيرة، ولعل الحضور اليوم المتنوع كيجعلنا نعيش الأيام واللحظات اللي طالما عشناها معاه في عدة لقاءات من ملتقيات فكرية وثقافية وفنية. والمرحوم اليوم ما علينا إلا نترحمه عليه كجهة ديال الدار البيضاء للتطوير، كفنانين ولا مثقفين أو كشبعويين، فالله يرحمه كان من خيرة الناس اللي كان عنده طموح أنه المساهمة في تغيير المجتمع المغربي، مجتمع قادر أنه يرقى المستوى الثقافي والأدبي والفني. كنشكر جزيل الشكر هذا النهار على جمعية ديال الشعلة وأنفاس بريس على هذا النهار اللي نخلدو غيبقى خالد يعني طيلة العمر ديالنا، التكريم وفي الاحتفاء وفي التأييد وفي التأبين ديال الأخ ديالنا مصباح توفيق. يعني شهادة ديال في المرحوم يعني ما نقدرش نشد عليه، لأنه أخ بمعنى الكلمة، وعطانا ما في الكفاية، عطى الصحافة، عطى القصة، عطى السيناريست، يعني واحد الأخ اللي مع أنا نقدرش نقول فيه شي كلام أكثر من يعني يعجز اللسان على الذكر ديالو. وكنشكر هاد الناس اللي وقفوا في هاد التأبين، وقفوا في التأبين ديالو، لا الناس الأنفاس، لا الشعلة، لا الأصدقاء ديالو، لا المجتمع المدني بصفة عامة، العائلة، يعني هاد النهار غيبقى خالد. نلتقي هذا اليوم من أجل تكريم صديق عزيز جدا يتعلق الأمر بالأخ توفيق مصباح، الصحافي والإعلامي والسيناريست والناقد يعني الفني يعني ومفرد بصيغة الجمع. توفيق مصباح يعني ما زال يعني حيا بيننا، وهذا اللقاء يثبت ذلك، لأنه يعني لقاء يلتئم يعني فيه يعني الأصدقاء والزملاء والأصحاب والرفاق الدرب من أجل أن يحيوا يعني هذا الإنسان الذي يعني مر يعني بصمت، ولكنه كان مرورا يعني ممتلئا يعني بأشياء يعني لا يمكن لها أن تكون راسخة في الذاكرة يعني ديال الأصحاب ديالو ديال الزملاء ديالو. توفيق مصباح لم يكن صحافيا فقط، بل كان كاتبا متميزا، وكان قاصا يعني له يعني كعب عالي في مجال يعني القصة القصيرة. وهذه الأضمومة اللي كنحتفل بها اليوم اللي هي يعني حليب هيفاء الطبيعي، هي دليل يعني كبير على أن توفيق يعني كان قاص من الطراز الرفيع. والدليل على ذلك انه من كنقراو لهذا العمل كنلقاو بانه يعني اسلوب رائع، لغه سلسه، يعني واحد الاحساس يعني عجائبي واحساس يعني واقعي يعني بما يمر يعني في المجتمع المغربي. توفيق مصباح يعني في هذا العمل القصصي يعني استطيع ان اقول بانه اضاف واحد البصمه يعني كبيره على القصه المغربية. هذه البصمة يعني كتميز بإدخال والانصهار العجائبي في اليومي في الواقعي، وكذلك يعني كنلاحظوا واحد الخيال يعني خيال يعني جامع، وفيه يعني الخيال الكرتوني، الخيال الفانتاستيكي، الخيال الرومانسي، الخيال الكروي. توفيق يعني في هذا العمل كنحسوا به بانه يعني حي بينا، وكان حيا يعني بملاحظاته وحيا بانتقاداته. يعني رحم الله توفيق مصباح
وكنعتقد بان مصباح يعني سيظل يعني حاضرا في الوجدان ديال الاصدقاء ديالو، وحاضر يعني في باعماله يعني سواء القصصيه ولا الاعلاميه ولا حتى الدراميه. خاصنا توفيق يعني تميز بواحد المساهمه كبيره في المجال ديال الفن الدرامي التلفزيوني. اذا هذا اللقاء هو لقاء يعني ديال العرفان ولقاء ديال الوفاء لتوفيق مصباح الصديق ديالنا الذي ما زال حاضرا بيننا الى الان. توفيق مصباح ليس بالصديق وانما بالاخ الحميم. توفيق كانت تربطني به علاقة جد متينة، ولأنه تقاسمنا المر والحلو، وكان رجل مواقف لأنه تعاملت معه في عدة محطات من الحياة، سواء كانت مواقف عائلية أو اجتماعية. في كنت كتلقاه في جميع الأزمات سواء كانت نفسية مادية. فتوفيق مصباح يعني الكلمة تخونني للتعبير عن ما أحس به الآن من اشتياق لهذا المرحوم ومن حب. وكنتمنى من الله الكريم أن يحفظ أسرته الصغيرة وأن يعين أبناءه، وإنا لله وإنا إليه راجعون.